تحية طيبة مع إطلالة جديدة عبر شاشة قناة سبورت الرياضية لمشاهدينا الكرام. اليوم نبدأ معكم رحلة جديدة من برنامجنا ونلتقيكم في برنامج هايلايت. نرصد معكم أبرز أحداث خلال الأسبوع المنصرم من مناسبات محلية وعربية وأيضا عالمية، أخبار منوعة وتقارير مختلفة نحاول من خلالها تغطية أبرز النشاطات. برنامج هايلايت سيطل عليكم كل يوم اثنين وجمعة. استفساراتكم واقتراحاتكم نقبلها بصدر رحب، هدفنا تغطية أكبر مساحة من الأخبار والتقارير في كل ما يتعلق بالرياضات المختلفة. دعونا نستعرض معكم أولى الفقرات ولكن بعد الفاصل. عدنا لكم من جديد. يواصل منتخبنا الكويت لكرة القدم تحضيراته في العاصمة القطرية الدوحة في معسكر تدريبي مغلق استعدادا لمواجهة كوريا الجنوبية في 8 من نفس الشهر، والتي تأتي ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الموحدة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وكأس آسيا 2019 في الإمارات. حول آخر استعدادات الأزرق الكبيرة نتابع تقرير مراسلنا من العاصمة الدوحة قطر. يستضيف المنتخب الكويتي نظيره الكوري الجنوبي يوم الخميس القادم في مباراة مهمة ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم في روسيا وكأس الأمم الآسيوية في الإمارات، ويدخل الأزرق المباراة وفي جعبته 9 من النقاط من 3 انتصارات مستحقة، حيث كان المنتخب الكويتي قد فاز على نظيره اللبناني بنتيجة هدف مقابل لا شيء في يونيو الماضي. وعاد الأزرق ليحقق فوزا عريضا على ميانمار بنتيجة 9 أهداف مقابل لا شيء، لينتزع بعد ذلك انتصاره الثالث من لاوس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في 8 من الشهر الماضي. بدت الأجواء في المعسكر التدريبي الذي يقام بالدوحة مفعمة بالإثارة والإصرار على المضي قدما، وبدأ الجميع مقتنعا بأهمية المباراة القادمة والتي قد تبدو مصيرية إلى حد كبير. حقق الأزرق الكويتي خلال الفترة الماضية من التصفيات المطلوب منه إلى حد كبير، حيث حصد نقاط المباريات الثلاث كاملة، ولكن تبقى المباراة القادمة أمام كوريا الجنوبية هي الأهم من كل ما مضى. مسعود عبد الهادي، القناة الرياضية الثالثة، الدوحة. الأزرق طبعا يحاول تجاوز الظروف المحيطة فيه سواء بعدد الغياب المتمثلة بإصابة فهد العنيزي أو بقصر المدة الزمنية، ويطمح التونسي نبيل معلول المدير الفني للأزرق الخروج بنتيجة إيجابية من أرض الكويت قبل الرحيل إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول لخوض مباراة الإياب في ظل فارق الأهداف الذي ينصب لصالح المارد الأحمر. ونحن نتحدث عن استعدادات الأزرق لمهمته الكبيرة، تعيش الرياضة الكويتية أزمة حقيقية وعدم الاستقرار بعدما تلقى الاتحاد الكويتي لكرة القدم رسالة شديدة اللهجة من الاتحاد الدولي فيفا يبلغ فيها بالإيقاف المباشر بعد 15 أكتوبر في حال لم يعدل قوانينه، مما يعني تجميد مشاركات المنتخبات والأندية الكويتية في كرة القدم بعد هذا التاريخ. وتأتي الرسالة بناء على ما قررته اللجنة التنفيذية لفيفا 21 سبتمبر أيلول الماضي، وسيؤدي القرار فيفا بإيقاف الكويت إلى تجميد مشاركة منتخب الكويت في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 في الإمارات، وأيضا إلى تجميد مشاركة فريقي القادسية والكويت في كأس الاتحاد الآسيوي وهما باتا على وشك التأهل إلى النهائي، كما سيحضر على الاتحاد الكويتي استضافة دورة كأس الخليج 23 المقررة من 22 ديسمبر حتى 4 يناير المقبلين. ونبقى مع الاستحقاقات الخارجية التي تنتظر فرقنا المحلية، حيث وضع فريقا القادسية والكويت قدما في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتحقيقهما نتيجة كبيرة في مباراة الذهاب. نتيجة الذهاب فتحت الباب أمام نهائي كويتي خالص يجمع ممثلا الكرة الكويتية في البطولة ويؤمن بقاء الكأس الآسيوية في الأراضي الكويتية.
باتت النسخة الحالية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بين الكويت والقادسية ممثلا الكويت في البطولة، وذلك بعد أن خطا كلاهما خطوة كبيرة نحو حجز بطاقة المباراة النهائية بالفوز على دوشنبة الطاجكستاني وجهور الماليزي بفارق مريح في ذهاب دور الأربعة. الجماهير الكويتية ستنتظر ما ستسفر عنه مباراتي العودة في ذهاب دور الأربعة قبل استقبال الكأس الآسيوي في نهائي الكويت في 31 من هذا الشهر. ولو نظرنا إلى المعطيات، يبدو الأبيض العميد الأقرب للنهائي بعدما حقق فوزا مريحا عززت حظوظه أكثر في استعادة توهجه لكونه الأكثر الفرق تتويجا باللقب، فيما سيكون القادسية في مهمة ليست بالصعبة أمام جهور الماليزي في 20 من هذا الشهر، إذ يتميز الكويت أيضا بتعامله الجيد مع مباريات البطولة باستثناء السقطة التي أصابت الفريق في النسخة الماضية. في المقابل يملك القادسية أوراقا رابحة تجعله الأقرب من جهور الماليزي للوصول إلى المباريات النهائية، إلى جانب تفوقه ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وجود 13 لاعبا دوليا في صفوف الأصفر أمرا يدعو للتفاؤل بقدرة الفريق على مواصلة المشوار نحو الحفاظ على اللقب الذي يحمله منذ الموسم الماضي عندما تفوق على إربيل العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي أقيمت في الإمارات. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة أولية تضم 30 لاعباً سوف يتم تقليصها إلى 15 لاعب في منتصف أكتوبر المقبل، ومن المستغرب خلو قائمة من أي لاعب كويتي رغم ما يقدمه نجوم القادسية والكويت من أداء رفيع. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الرسمي عن قائمة أفضل لاعب في آسيا ضمن قائمة أولوية تضم 30 لاعبا سوف يتم تقليصهما إلى 15 لاعبا في منتصف أكتوبر، بعد أن يتم وضع معايير علمية محدودة وتنقيح الأسماء بعد كل جولة من جولات بطولة آسيا الكروية بناء على عملية جمع النقاط التي يتحصل عليها كل لاعب. والملفت للنظر خلو القائمة الأولى من أي اسم للاعب الكويتي، في حين ضمت القائمة المرشحة 30 لاعبا، 4 لاعبين من السعودية وهم محمد السهلاوي وياسر الشهراني وتيسير الجاسم وسليمان الفرج، بالإضافة إلى لاعبين من الإمارات هما عمر عبد الرحمن وأحمد خليل وحسين هيدوس من قطر، إلى جانب لاعبين آخرين من آسيا سوف يتم تسميتهم. اتحاد القارة الصفراء حرص على تفعيل دور جماهير الكرة الآسيوية في عملية الاختيار الجديدة منعاً لأي حالات اختراق بوجود لجنة فنية تختص برصد أداء اللاعبين المرشحين. القادسية بطل النسخة الماضية لكأس الاتحاد الآسيوي والكويت صاحب السجل الذهبي للبطولة، ومع ذلك يتم تجاهل اللاعبين الكويتيين في علامة استفهام كبيرة نضعها أمام مسؤولي الاتحاد القاري. من الشأن القاري إلى كأس الاتحاد الكويتي يشتد الصراع في مسابقة كأس الاتحاد المحلي لكرة القدم رغم غياب بعض النجوم الفرق الأساسيين، لكن ذلك لا يقلل ما تقدمه الفرق الأخرى بحجم السالمية وكاظمة والكويت والعربي بعدما تصدر السماوي مجموعته، بينما حافظ الكويت على تألقه في المجموعة الأولى. هي جولة لتحديد مسار المنافسة في المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم. فريق السلمية دافع عن صدارته باختبار حقيقي جمعه بمنافسه القادسية المنشغل بمهمته الآسيوية. السماوي لم يرحم خصمه ووجه له ضربة مدوية وسجل ثلاثية بدأها بعمر المسبحي وبتسديدة مفاجئة على يسار الحارس علي جواد، هدف أسعد مدربه الألماني ومنح المباراة بعدا آخر، جعل حمد العنزي يضع بصمته وسجل في مرمى فريقه السابق، ومن جملة هجومية منظمة أنهى المسبحي ثلاثية الشوط الأول. وبعد الاستراحة
الساحة ترجم القائد بدر السمك ركلة جزاء معلنا الهدف الرابع قبل أن يعود الحكم علي طالب ليحتسب ركلة جزاء للقاسية سجل منها أحمد الضفيري الهدف الشرفي ليرد عليه المخضرم ناصر العثمان واضعا بصمته على الهدف الخامس الذي ثبت مكانة السلمية في صدارة الترتيب العام. نتحول إلى المجموعة الأولى حيث ضرب فريق نادي الكويت بقوة ودك شباك الجهرة بنصف درزن. عبدالله الرفاعي افتتح مهرجان الأهداف وفي الشوط الثاني أضاف فهد حمود الهدف الثاني ومن تسديدة صاروخية من محمد الفارسي أصبحت النتيجة 3 أهداف لتتوالى الهجمات ويحول عايد لانزي رأسية إلى شباك الفريق الأزرق ثم ظهر هادي خميس بتسديدة خادعة مسجلا 5 أهداف قبل أن يعود فهد حمود ليكمل سداسية فريقه الذي وصل إلى النقطة العاشرة. على الرغم من أن البطولة تعتبر تنشيطية إلى أن التنافس بلغ أشد لا سيما في ظل رغبة الفرق في المنافسة بشراسة خاصة بعضها فضل إشراك العديد من اللاعبين الأساسيين وفرق أخرى منحت الفرص للنجوم الواعدين لإثبات قدراتهم ولا تنسى هناك فرق بحجم القادسية والكويت منشغلة بمشاركتها الخارجية لكن في النهاية النتائج تبشر بموسم كروي مثير من كأس الاتحاد إلى الرباط حيث تألق رياضة الرماية الكويتية ليس بجديد هؤلاء الرماة والراميات دائماً ما عودونا على التميز في مختلف المحافل الدولية واليوم كان التحدي عربياً من خلال البطولة العربية 12 لرماية الأطباق الطائرة في مدينة الرباط المغربية وهي التي تعتبر بمثابة إعداد مهم للرماة والراميات العرب قبل مشاركتهم في الاستحقاقات المقبلة وأهمها أولمبيات البرازيل 2016. من عروس الشمال اجتمع رماة ورميات العرب على التنافس على ألقاب منافسات البطولة العربية التي انطلقت في العاصمة المغربية الرباط بمشاركة 125 راميا ورامية يمثلون 13 منتخبا وكالعادة كانت نجوم منتخبنا الوطني عند مستوى الحدث من خلال حصد العديد من الميداليات المختلفة بدأتها الراميتان الكويتيتان أسماء القطامي وشهد الحوال اللتان حققتا ميداليتين فضية وبرونزية على التوالي في مسابقة الحفرة تراب. وهذه بطولة جدا مهمة حقي عشان أثبت لنفسي أن أنا قادرة على الرماية لأن عندنا بطولات وايد مهمة في الكويت شهر 10 بطولة خليج وشهر 11 بطولة آسيوية فيها مقعدها الأولمبيات وأنا حلمي من زمان أن أنا أوصل للأولمبيات وإن شاء الله نحقق البطولة في آسيا في الكويت. ومع انطلاقة مسابقة تراب برز الفريق الكويتي المكون من فهد الديحاني وخالد المضف وعبد الرحمن الفيحان ليظفر بالميدالية الذهبية بإصابتهما إجمالياً 364 طبقاً ورقماً قياسياً عربياً جديداً. أما على صعيد المنافسات الفردية للمسابقة ذاتها حقق الرامي طلال الرشيدي الميدالية الفضية والمركز الثاني. رميت رقم عالمي 121 من أصل 125 بفضل الله في التصفيات النهائي الأول ضربت اللي هو 15 من 15 والعلامة الكاملة وكنت الرامي الوحيد بالفاينل اللي رامي 15 من 15 لكن ما وفقنا الله في الفاينل الثاني بسبب اللياقة البدنية كانت عندي ضعف شوي باللياقة البدنية من بعد إصابة لكن بإذن الله وعدكم في البطولة الآسيوية المقامة في ميادين الكويت في شهر 11 ونسأل الله التوفيق لي ولجميع الرماة. احنا نبارك للكويت تحقيق المركز الاول بالفرق البطل فهد الديحاني والبطل عبد الرحمن الفيحان والبطل خالد المضف وايضا بالفردي البطل عبد الله طلال عبد الله الطلق الشيدي طبعا هذه نتائج كبيره ومهمه جدا ولله الحمد كان الفاينل ممتاز جدا ونتمنى ان شاء الله ان دائما تكون نتائج الكويت وكافه الرماة العرب المتميزين من يستطيع تحقيق الفوز نقول له دائما مبروك. التألق الكويتي ظل حاضرا وكان للرامي إيمان الشماع نصيبا في جدول الميداليات من خلال فضية مسابقة الأبراج سكيت وتمكنت الرامي إيمان الشماع من إحراز فضية المسابقة بعد تأهلها للجولة النهائية للمسابقة. طبعا هذا الفوز وايد يشرفني والحمد لله على كل حال استطعت اني احصل على المركز الثاني كانت المنافسه طبعا شديده بالفاينل بس بالاخير الحمد لله حققت المركز الثاني بعد منافسه شرسه بيني وبين منافستي المغربيه.
مستويات عالية قدمها رومات وراميات الكويت أكدت على المكانة الكبيرة التي تحظى بها هذه الرياضة في دولة الكويت. عندما نتحدث عن رياضة الرماية الكويتية نكاد نكون غير منصفين تجاه ما يحققه رومات وراميات هذه الرياضة، والتي دائما ما تزال تنقش حروف من ذهب في خارطة الرياضة الكويتية، ويكفيها فخرا أن روماتها أول من حقق الميدالية الأولمبية للكويت، وحتى الآن ضمن اثنان من الرومات التواجد في أولمبيات البرازيل وهما خالد المضف وحمد العفاسي. ونبقى بالقارة السمراء حيث نفتح نافذة النكسة الكبيرة التي حلت بقطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، لكن الأخير ودع البطولة الكونفدرالية بعد خروجه على يد النجم الساحلي التونسي، حيث هزم بخمسة أهداف مقابل أربعة بمجموع المبارتين، فيما انطفأ شعاع الأمل في النادي الأهلي في الحفاظ على أي بطولة باقية في الموسم، وخسر أمام أورلاندو بيراتس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد أن كان متقدم بهدفين دون مقابل، لكن أورلاندو قلب الطاولة وفاز. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على تصنيف الفيفا الجديد لشهر أكتوبر، حيث قفز المنتخب الأرجنتيني وصيف بطل العالم إلى الصدارة ليتقدم على المنتخب الألماني الذي حل ثانيا، فيما تقهقر منتخبنا الوطني مركزا واحدا ليحتل المركز 128 في الوقت الذي حققت بعض المنتخبات قفزات كبيرة. طرأت تغييرات عدة على التصنيف العالمي الشهري للفيفا، فقد استعادت ألمانيا المركز الثاني وباتت تتخلف عن الأرجنتين المتصدرة بفارق 18 نقطة، أما بلجيكا فاكتفت بالمركز الثالث. منتخب آخر تقدم في سلم الترتيب هو البرتغالي الذي احتل المركز الرابع وتقدم بمرتبتين. جاءت إسبانيا في المرتبة السادسة، وقد حققت إسبانيا هذه القفزة بفضل انتصاراتها خلال تصفيات كأس الأمم الأوروبية لعام 2016، في حين حقق كل من منتخبي ويلز والنمسا أفضل مركزين لهما في تاريخهما، علما بأن الأخير قد حجز بطاقته إلى النهائيات القارية للعام المقبل. وتقدم المنتخب الروسي إلى المركز السادس والعشرين، أما المنتخب الذي حقق أكبر قفزة فكان النرويج بعد أن تقدم بخمس وثلاثين مرتبة. وعلى الصعيد الأسيوي على المنتخب الإماراتي على مكانته متقدما على المنتخبات الخليجية ليتمركز في السبعين، فيما تراجع الأزرق الكويتي مركزا واحدا رغم فوزه في مباراتي التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا، إلا أن نظرائه الآخرين حققوا نقلة نوعية جعلت الأزرق يحتل المركز 128 برصيد 235 نقطة. تصنيف الفيفا ربما يحمل أهمية كبيرة، خاصة أن البطولات الأخيرة اعتمدت في تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة من خلال التصنيف الأخير المعتمد من الاتحاد الدولي الفيفا، ولذلك تحرص المنتخبات على تحقيق أهم النتائج حتى في المباريات الدولية لتحسين مراكزها. من تصنيف الفيفا ننتقل بكم إلى الجولة الأوروبية، ولكن بعد الفاصل. أوروبيا هناك العديد من المهتمين بالدوريات الأوروبية، ونحن بدورنا لابد أن نلقي الضوء على أهم المسابقات سواء في إنجلترا أو إسبانيا أو إيطاليا. البداية من إنجلترا، حيث اختلفت المعطيات. فريق مانشستر سيتي يسرق الأنظار في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحقق فوزا ساحقا على حساب ضيفي نيوكاسل في مناسبة سجل فيها المهاجم سيرجيو أغويرو خمسة أهداف. في المقابل تعززت انتكاسة فريق تشيلسي بعدما تلقى الخسارة الرابعة هذا الموسم في الدوري بسقوطه أمام ضيفي ساوثهامبتون، الأمر الذي رفع علامة استفهام كبيرة على البرتغالي جوزيه مورينيو الذي رفض تقديم استقالته. مورينيو صرح بأن تشيلسي لا يمكنه الحصول على مدرب أفضل منه. المتصدر مانشستر يونايتد لم ينعم بموقعه وتلقى ضربة موجعة في ملعب الإمارات على يد أرسنال، الأمر الذي رفع الحرج عن الفرنسي أرسين فينجر مدرب أرسنال.
أبرز ضحايا الجولة مدرب ليفربول روتشارس عقب تعادل الفريق مع إيفرتون في ديربي الميرسايد، ويعد الألماني كلوب روغ والإيطالي أنشيلوتي أبرز المرشحين لخلافة روجرز. في إسبانيا اختلطت الأوراق نوعا ما مع عملاقي الليغا، برشلونة وريال مدريد يفشلان في تحقيق الفوز. برشلونة سقط في الأندلس على يد أشبيلية في مباراة الفرص الضائعة، وريال مدريد يفشل من جديد في التفوق على الجار أتلتيكو في ديربي العاصمة. الصدارة تبقى لصالح فياريال رغم الخسارة أمام ليفانتي. في إيطاليا، من إنتر ميلان الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي مع مضيفي سامبادوريا، فريق يوفنتوس يواصل صحوته ويحقق انتصاره الثاني والأول على أرض هذا الموسم، وهذه المرة على حساب فريق بولينيا. أما أبرز نتائج الجولة، الفوز العريض الذي حققه نابولي على ميلان برباعية نظيفة، كما تجاوز روما كبواته وكسب معركة باليرمو. واصل كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ مع ريال مدريد، وذلك بعد أن وصل عدد أهدافه على مدار تاريخه إلى 500 هدف، فضلاً عن أنه عادل رقم الأسطورة راؤول من خلال ثنائية هز فيها شباك مالمو السويدي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات في مسابقة دوري الأبطال. سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد ثنائية في شباك مالمو السويدي بدوري أبطال أوروبا، وبلغ بها سقف 501 هدفا في 753 مباراة خاضها بمسيرته الكروية. رونالدو ب 323 هدفا عادل رقم راؤول غونزاليس كأكثر اللاعبين تسجيلا مع ريال مدريد في جميع مسابقاته، وبات أفضل لاعب يسجل في دوري الأبطال برصيد 58 هدفا متفوقا على راؤول غونزاليس ب 56 هدفا، وميسي ب 48 هدفا، وفان نيستلروي ب 42 هدفا. وتوزعت أهداف دون 501 على النحو التالي: 323 هدفا مع ريال مدريد، 118 هدفا مع مانشستر يونايتد، 55 هدفا مع المنتخب البرتغالي، 5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي. النجم البرتغالي حظي بتكريم كبير من قبل ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بهذه المناسبة، وهو الحدث الذي اعتبر معه رئيس النادي فلورنتينو بيريز أن اللاعب البرتغالي بلغ منزلة الخلود في عالم الكرة. كريستيانو نجما لا يخلد للراحة أجبر خصومه والأقلام الصحفية على تدوين ما حققه في سجلات التاريخ، ومنح الصحافة الإسبانية التي أشادت بما أسمته بالشهية التي لا حدود لها للاعب البرتغالي الذي تمكن وهو لا يزال في 30 من العمر من معادلة الرقم القياسي. لاعب يعاني من حمى الأهداف، شهيته لا حدود لها. الدولي البرتغالي خطف 418 هدفا من داخل منطقة العمليات مقابل 83 هدفا من خارج المنطقة، و81 هدفا من ركلات الجزاء، و45 هدفا من ركلاته الحرة. إلى أمريكا الجنوبية، وصراع تاريخي بين الفرق الأرجنتينية ونظيراتها البرازيلية على الوصول إلى الأدوار النهائية من بطولة سود أمريكانا كأس أندية أمريكا الجنوبية. قد يكون التاريخ بجانب الفرق الأرجنتينية، لكن ممثلا كرة السامبا لا زالوا مصرين على أن يكونوا رقما صعبا في البطولة التي وصلت إلى الدور ربع النهائي. هي أمسية سعيدة بالنسبة للكرة الأرجنتينية، يتأهل ثلاث فرق للدور الرابع النهائي.
البداية مع العملاق ريف البليت الذي حل ضيفا على ديوكويتو الكولومبي، وهو يملك انتصارا بثنائية ذهبا. هذه الوضعية ربما سهلت على فريق كارلوس تيفيز نحو تجاوز متاعب اللعب في ملعب يقع على ارتفاع 2850 مترا فوق سطح البحر، ورغم ذلك تلقى الفريق هدفا مع الدقيقة 54 عن طريق نارسيس مينا، ومع هذا الهدف لاحت لأصحاب الدار فرصة ذهبية لإحراز هدف ثاني، لكن جوناثان ألفيز أهدر ركلة جزاء لتختتم أحداث هذه المباراة بطرد لاعب الفريق الكولومبي خوسيه كوينتيروز، ويتأهل ريفر بليت بأفضلية مجموعة مباريات الذهاب والإياب. نتحول إلى العاصمة البرغوانية أسنسيون، حيث تلقى المدافع إدواردو أراندا البطاقة الحمراء في وقت مبكر ليضع فريقه أولمبيا المضيف في حرج كبير، وذلك من أجل تعويض خسارته ذهابا بهدف وحيد أمام إندينينتي الأرجنتيني، ليحافظ الأخير على شباكه نظيفة حتى نال بطاقة التأهل ومن ثم الاستمرارية في هذه البطولة. وحذى فريق هوريكان حظو مواطنيه الأرجنتينيين باكتساح ضيفه سبورت ريسفيل البرازيلي بثلاثية نظيفة رجحت كفة الفريق المتعادل ذهبا. فبعد شوط سلبي افتتح رامون إيبيلا باب التسجيل ليأتي الدور على نجم المباراة بوغادو الذي تكفل بالهدفين الثاني والثالث ليحجز لفريقه مكانا في دور الثمانية. من جهته وجد فريق شابي كوينسي البرازيلي نفسه متأخرا بهدف أمام برغواي ليبرتاد أحرزه اللاعب غوستافيس مينسا، لكن صاحب الضيافة عاد سريعا لأجواء اللقاء بفضل براعة المهاجم توليو ديميلو لتمضي المباراة على هذا النحو، ويحتكم الفريقان إلى ركلات ترجيحية التي ابتسمت لصالح الفريق البرازيلي بعد أن أهدر رودريغو لوبيز إحدى ركلات لليبرتاد. وبذات الوسيلة تأهل ديفون سور سبورت من الأرجواي على حساب ضيفه لانوس الأرجنتينية. التعادل السلبي كان سمة لقاء الإياب، الأمر الذي جعل بطاقة التأهل معلقة بين أقدام اللاعبين في الركلات الترجيحية التي عرفت ضياع ركلة من جانب لاعب لانوس نيكولاس إغواير، ليتأهل ديفنسور للدور الربع النهائي. في عالم الكرة الصفراء ومصائب قوم عند قوم فوائده، حيث استغلت الأمريكية فينوس ويليامز إصابة الإسبانية غاربيني موغروز وانسحابها من المنافسات لترفع كأس بطولة وهان الصينية للتنس. أما عشاق الكبار جوكوفيتش ورافائيل نادال فقد استمتعوا بمهارات استعراضية قدمها النجمان على الأراضي التايلندية. عاشت القارة الصفراء منافسات مثيرة بالنسبة لمحبي التنس. البداية من الصين، حيث توجت الأمريكية فينوس ويليامز ببطولة ووهان الصينية للتنس بعد انسحاب منافستها الإسبانية غاربيني موغوروزا. وجاء انسحاب موغوروزا التي كانت قد أعلنت انسحابها من منافسات الزوج بالبطولة لمشكلات في الجهاز الهضمي بعد مرور 53 دقيقة من المباراة، عندما كانت فينوس 35 عاما المصنفة 24 عالميا قد حسمت مجموعتها لصالحها وتقدمت في الثانية بثلاث أشواط نظيفة لتنال الشقيقة الكبرى اللقب 47 في مشوارها. وبعيدا عن التنافس على الألقاب، استمتع الجمهور التايلاندي بمباراة استعراضية جمعت الصربي نوفاك ديوغوفيتش المصنف الأول عالميا بين محترفي التنس والإسباني رافائيل نادال المصنف الثامن، وقد تمكن الصربي خلال اللقاء الذي استمر ساعة وأربع دقائق من بسط هيمنته ليحقق الفوز بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-2. بعيدا عن الرياضات الجماهيرية، نأخذكم بجولة منوعة سريعة نتجول فيها في عالم المحركات وآخر الاتحاد الدولي الذي أصبح حديث الشارع العالمي. أحرى
فاز سائق مرسيدس لويس هاملتون المركز الأول في سباق جائزة اليابان الكبرى للمرحلة الرابعة عشر من بطولة العالم لسباق السيارات فورمولا 1 على حلبة سوزوكا، وحل ثانيا زميله الألماني نيكو روزبرغ، وثالثا الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري. وابتعد هاملتون عن روزبرغ في صدارة الترتيب العام بفارق 48 نقطة قبل 5 سباقات من نهاية البطولة. وفي سياق آخر، أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى عرقلة منافسات جولة كوريسيكا في بطولة العالم للراليات التي بدأت في كازاموزا وستنتهي في بونتي ليكا. وعند استئناف السباق جهد السائق ألويزي ألفين إيفانز للمحافظة على صدارته العامة للمنافسة بصعوبة، رغم محاولات الفنلندي ياري ماتي لاتافالا المتفوق بسباق المرحلة الأولى آملا في تقليص الفارق بينهما. حل إيفانز في المركز السابع ليتقلص الفارق بينه وبين ملاحقه في الصدارة إلى 1.7 ثانية. وفي شأن آخر، طالبت كبريات الشركات الراعية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا برحيل رئيس الاتحاد سيب بلاتر فوراً. وذكرت شركة المشروبات الأمريكية كوكاكولا بأن سمعة الفيفا تتدهور يوماً بعد يوم، أما شركة المأكولات السريعة ماكدونالدز فاعتبرت رحيل بلاتر في صالح اللعبة. يأتي ذلك بعدما فتح المدعي العام السويسري تحقيقاً جنائياً الأسبوع الماضي ضد بلاتر الذي ينفي مخالفته القانون، ويتهم الادعاء بلاتر بالتوقيع على اتفاقات في غير مصلحة الفيفا ودفع مبالغ بطريقة غير قانونية لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني، فيما جاء رد السويسري من خلال بيان أكد فيه أن استقالته ليست في صالح الفيفا ولن تساعد في تقدم الإصلاحات. وصلنا إلى ختام برنامج هايلايت، ونلقاكم في الحلقات القادمة. كنت معكم عبد العزيز بلوشي، إلى اللقاء.